عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة بنت لالة ناجية. الفيديو اليوم ما شاء الله، هذا الفيديو الصراحة ديال السروال على قدين، ولكن قبل ما نكملو طاحت لي واحد الفكرة، قلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم. انا مازال هنا ما خيطتوش، وشاط لي واحد شوية ثوب، قلت علاش لا ما نديروش بندل البنيتة ديال الشعر، دونك انا نتقاسمها معكم. اول حاجة كناخدو دورة الرأس بهذا الشكل، هذا نعطيها لكم بالقياس هكذا، يعني هذا القياس هذا، شحال ما لقيتو في الدوره ديال الراس بهذا الشكل هذا، ماشي باليد هنايا، لا بهذه الطريقه هذه، يعني الرقم اللي جاكم فوق هذا رقم واحد مزيان. هذه القيمه هذه هي اللي كناخذوها في الثوب، ها هو مطلق عندي 51 سنتيم، 51 زدت عليها هنايا 2 سنتيم ديال الخياطه، حق الخياطه وحتى الراحه في الموديل. بالنسبه لهذا الثوب هذا كيتمدد، واخا ماشي بزاف داكشي علاش زدت 2 سنتيم، اما الا كان كيتيرى بزاف غنزيدو غير سنتيم ولا سنتيم ونص فقط. صافي هذه سالينا من هذه القطعه. بالنسبه للعرض ديالها اختياري، هي متنيه على اثنان عندي فيها، المهم هذا الشيء اللي شاط ليا ماشي اختاريته، غير داكشي اللي بقى لي على الثوب. 8 اللي لقيت دابا 8 سنتيم العرض ديال القطعة. هنايا غادي ندير لها واحد القطعة اللي كتجي في الوسط في هاد البلاصة هادي، وقاد الثوب ديالي ورجع معكم، ماشي مشكل ما غاديش نقطعو، غنشرح لكم كيفاش غادي نديرو ليها. فأول حاجة ناخد عندي هنايا العرض ديال هاد البلاصة هادي، حتى هي اختيارية، ممكن ديرو القياس اللي بغيتو. هنايا عندي المجموع هاد البلاصة هادي غادي تقطع، دونك هنايا غادي نحسب 11 سنتيم اللي عندي، هاهي 11 اللي عندي في العرض ديال هاد القطعة. الطول ديالها عندي 21 سنتيم اللي كاينة. صافي شنو غادي ندير؟ غنوصل هاد النقطة هنايا، غندير واحد العلامات في الوسط هنايا، وحنا في الوسط، ونوصلها على شكل بحال العوينة، شكل عين هكذا بهاد الطريقة، وغادي نقطع. خلي تكون لي عينيا جوج وريقات هكذا، هذه من غتخيط سنتيم من هنا وسنتيم من هنا، الباقي غادي يجينا بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا يجينا في البنطة، وهذا البنطة حتى غادي يتجمع في الاخير. تبعوا معايا وغادي نخيطوا هذه هكذا كامله، نمشيو للماكينه ان شاء الله. غنحتاج قطعه اخرى باش نجمع هنا في الوسط ديال الموديل ديال البندا، ما تكونش كبيره بزاف. المهم العرض ديالها هو هذا، متنيه على اثنان فيها 3 سنتيم، نقطعها حتى الاخير ونشوفوا شحال غيبقى خص، يعني شحال خصنا حتى نزيروا على هذيك البلاصه وعاد كنخيطوا. وعلى بركه الله خيطوا هذه القطعه هذه. ندير واحد الشق هنا نفتحها الاخير، بغيتو تخيطو باش نقلب من هاد القطعه ونرجع معكم. خيطنا هاد الوريقه هادي، خليوها على جنب، وناخدو هاد البنطه هادي، خيطها من هاد الجهه هادي، نخلي واحد الفتحه منين نقلب هاد البنطه هادي، خليت هاد الفتحه هادي. دابا غادي نجي لهنايا فهاد البلاصه هادي هكذا، نخيط هنا، الجهه الثانيه كذلك. نبدا دابا الموديل، خواتي من بعد ما قلبت الموديل ما تشدوش ليا بعض اللقطات، من قلبت الموديل خيطت هذيك الفتحه اللي كانت اللي خليناها. وهنايا انا كيتسحبني واش دايره فيديو، وانا لقيت راسي غير كنضغط صغير على البلاصه فين كتصور، تصور صافي.
دونك هنايا حطيت، شوفوا معايا، تقريبا نصف سنتيم فوق نصف سنتيم، وخيطت هذه البلاصه هذه. هكذا كتجينا البنطه. غادي نجي دابا الوسط ديال البنطه، نقيها شويه من الخيوطه، ناخذ هاد القطعه بهذا الشكل. هي خاصها صراحه شويه بالمكواه، ولكن نحاول معها هكذا مزيان. هاد الشكل غادي نجي هاد البلاصه هادي، غادي اما نخليها في الظهر في الجهه ديال الخلف، لان اللي جينتني هاد البلاصه شويه غليظه. دونك غادي نجي من الجهه اللي هكذا، نجمع هاد البلاصه هادي كامله، نجمعها من الاحسن بالخيط باش تجيني سهله. نجمعها بالخيط ندور عليها الخيط، ممكن ان البنطه تخيطوها من جهه وحده من هنايا ومن بعد تقلبوها وتخيطوها عاد في الطول، حتى هي طريقه مزيانه. يعني مثلا هذه البنطه تخيطوها من هنايا في هذه الجهه هذه هكذا، وتقلبوها بحال اللي كنخيطوا البواني ديال الكم. بعد ملي تقلبوها راه غادي تجيكم بهذا الشكل هذا، يعني غتجي هكذا، غتجي مخيطه، غتجي مسدوده من هذه الجهه هذه. من بعد خيطوا لها هذه البلاصه اللي تكون مفتوحه، اولا ديروها الطريقه اللي درت انا اللي جاتكم سهله. المهم تكون عندنا هاد البنطه بهذا الشكل هذا. نستمر هنايا حتى نكمل هاد البلاصه، نعقدها مزيان باش ما تفتحش البلاصه ديال الخيط هكذا. نعقدها دابا، هادي غندور عليها الخيط. الخيط اول حاجه ما كيبانش، وثاني حاجه كيتثبت لينا الموديل. الجهه اللي بغيت انا اللي جات مقاده الى نحطها تجي على الوجه. نخيط هذه ونقلبها، نحط بهذا الشكل هذا البنطه، وغادي نغطيها بهاد القطعه هذه. ممكن ديروا فيها واحد اللويه هكذا، كتجي بحال لي مربوطه، هذه بحال لي زعما تعقدات. الموديل اللي كاين لي معروف كي تبع هكذا، كتجي بحال لي انا عقدنا هذه البلاصه هذه. هنا كنضغط عليها مزيان زير، وعاد غادي نخيط انا في هذه البلاصه. معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي بحال لي عقدناها بهذا الشكل هذا، شفتوا؟ يعني هذه اللويه اللي كتجي هنايا زائد هذه، هكذا كيجي الشكل ديالها ولجميع الاعمار. تسناو الفيديو اللي غادي ينزل ان شاء الله ديالها، عفوا ديال السروال على الدين، غادي يكون يعني صراحه في داخل فيه هذا اللون هذا، وان شاء الله يجي لبسه كامله بكموله.